أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ في هذا المقال، حيث تواصل الصحف العربية والغربية تغطية الذكرى العشرين لاحتلال بغداد، ونقرأ مقالا للكاتب ياد دليمي في صحيفة العربي الجديد يقول فيه: مضت 20 سنة على ذكرى احتلال بغداد ودخول مبشري الديمقراطية الأمريكية الجديدة التي سعت واشنطن لنشرها ليس في العراق فحسب بل في الشرق الأوسط ككل. ترى أين العراق الذي كنا نعرفه ويعرفه العالم؟ هل بات العالم أكثر أمنا بعد غزو العراق؟ هل انتشرت الديمقراطية؟ هل تحولت منطقة الشرق الأوسط إلى عصر جديد بعد نشر الفوضى الخلاقة التي جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية وعبر صواريخ التوماهوك؟ نتابع المزيد. بعد 20 خريفا من الاحتلال تتحكم بالعراق اليوم نحو 70 ميليشيا مسلحة هيكليا تابعة للدولة، وفعليا هي الدولة وتتحكم بكل مفاصلها، ولا صوت يعلو فوق صوتها. تمارس السياسة والاقتصاد والتهريب والتجارة وحتى الدعارة. يعيش العراق اليوم في أزمات متلاحقة، فلا الديمقراطية التي فصلتها الولايات المتحدة على مقاس من جاءت بهم عقب الغزو يمكن أن تخرجه من واقعه، ولا الخيارات الشعبية التي لجأ إليها العراقيون من أجل الخلاص نجحت في أن تقودهم إلى واقع أفضل، خصوصا في ظل تخلي الولايات المتحدة شبه التام عن تركتها الثقيلة في العراق لإيران التي غدت اليوم لاعباً أساسياً في خريطة السياسة والاقتصاد العراقية. لم تعد بغداد اليوم وحدها محتلة، بل أيضاً عواصم عربية أخرى. احتلال يتفاوت من واحدة إلى أخرى ويأخذ أشكالاً مختلفة أيضاً باختلاف المحتل. فهل أدرك العرب ماذا فقدوا بفقدانهم بغداد؟ إلى مقال آخر بقلم الكاتب صباح الناصري ونشرته صحيفة الميثاق الوطني بخصوص النتائج الكارثية للاحتلال الأمريكي للعراق. يقول الكاتب: على الرغم من آلة الحرب الساحقة لأقوى دولة على وجه الأرض وحلفائها، فإن شباب المقاومة المسلحة المتمسكين بقدسية الأرض تمكنوا من إنزال خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال الأمريكي من خلال جر المحتل إلى حرب غير متكافئة. وعلى الرغم من كل خطابات التحرير المفترضة، لم يكن الجيش الأمريكي مستعدا ولا قادرا على الفوز، فكانت تنتظره فيتنام مرة أخرى ولكن على أرض العراق. أعاد المحتلون تحميل التكتيكات الإمبريالية القديمة لفرق تسد، تحريض العراقيين ضد بعضهم البعض من خلال استخدام سلاحين قاتلين للدمار الأيديولوجي الشامل، الطائفية والإرهاب المستورد، بالتعاون والتنسيق مع إيران وأذرعها السياسية والميليشياوية. أدخل جيش التحالف إلى ساحة المعركة أولاً القاعدة ثم تنظيم الدولة الإسلامية لتمكين إيران وأذرعها من قمع المقاومة واستدراجها إلى مستنقع الحرب على الإرهاب. مراراً وتكراراً اصطفت القوى المتحضرة والأمم المتحدة خلف الميليشيات واستمرت في حكمها الإرهابي بما يتعارض مع المطالب الديمقراطية للشعب، حيث تم تعيين جميع رؤساء الوزراء والإشراف عليهم من قبل السفارات الأمريكية والإيرانية على الرغم من نتائج الانتخابات وضدها، آخرها انتخابات 2021 والانقلاب المنظم من قبل مجلس القضاء وبمباركة السفارة الأمريكية. إلى موقع الجزيرة نت ومقال الكاتب إبراهيم الدويري تحت عنوان: بغداد التي لا تسقط. يقول الكاتب: منذ عام 2003 ووسائل الإعلام العربية والعالمية تجعل يوم 9 أبريل نيسان كل عام ذكرى لسقوط بغداد على يد التحالف الصليبي العالمي بقيادة الولايات المتحدة ورئيسها سيء الذكر جورج بوش الابن، مجدد عهود الحروب الدينية.
وتتنافس وسائل الإعلام في كل ذكرى بإحصاء مصاعب العراقيين الاقتصادية والسياسية وتعداد متاعب أهالي بغداد الاجتماعية ورصد آثار استحالة نعمة دار السلام إلى بؤس مقيم. لكن هذه بغداد البائسة في أقلام الإعلاميين وأفلامهم تقابلها بغداد أخرى لا تسقط ولم تنل منها العوادي ولا هوج العواصف. فبغداد القاطنة في وجداننا لا تسقط لأن الخليفة المنصور العباسي احتاط في تأسيسها، فلم ينشئها اعتباطا ولا مصادفة، بل اختار لها أحسن الأماكن وأكثرها مناسبة للعيش والرفاه. فهي كما قال المهندس الخبير المشرف على اختيار مكانها في إقناعه للخليفة المنصور، مبينا أهمية موقعها الجغرافي والاقتصادي وسهولة تواصلها مع العالم. وتعلق المسلمين ببغداد لم يكن حلماً رومانسياً ولا زفرة عاطفية، بل وفاءً لمدينة صاغت العقول والأفكار ودونت المذاهب وأصلت القواعد وفتقت البيان وألهمت الشعراء وخرجت المؤرخين وحمت الثغور. فالمذاهب الأربعة المتبعة لدى غالبية المسلمين، اثنان منها نشأ في بغداد الجامعة بين الأثر والنظر، والمحدثون لم يبغوا عنها بدلاً، وعلومهم بها توسعت نقداً وتعليلاً وأدباً، والمذاهب الكلامية نضجت في مناظرات البغداديين، والقواعد النحوية تأصلت في بغداد، والبيان بها تجحظ وتوحد. وتحت عنوان 20 عاماً من الاحتلال الأمريكي للعراق، ما هي المكاسب؟ كتب زكي رضا مقالاً جاء فيه: تمر هذه الأيام الذكرى 20 لاحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة، وقد هيأت بسلسلة من الأكاذيب الأجواء من أجل بدء حربها على العراق. حين وقف وزير خارجيتها في حينه كولين باول أمام مجلس الأمن الدولي حاملاً أنبوبة صغيرة على أنها جزء من برنامج كيميائي يقوم العراق بتطويره، وما إن انتهت الحرب وإلى يومنا هذا لم تتمكن الولايات المتحدة ومعها حلفاؤها من تقديم أدلة على امتلاك العراق لأسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية، ولم تستطع إثبات ذلك. نتابع. لقد قتل الكثير من المدنيين على يد جنود أمريكيين وبريطانيين وغيرهم من القوات الغازية، وبعد مرور سنوات، حسب تقرير للبي بي سي نيوز العربية نشرته بمناسبة الذكرى 20 لبدء الحرب، قالت فيه: لقد أدرك الرأي العام الدولي أن تلك الحرب كانت خطأ جسيما. ومن هؤلاء السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي كان من أشد المدافعين عن الحرب لسنوات، والذي تراجع في مذكراته التي نشرها قبل وفاته العام 2018 عن موقفه، فكتب قائلاً: لا يمكن الحكم على تلك الحرب بتكلفتها العسكرية والإنسانية سوى أنها خطأ، خطأ خطير للغاية. إنه ليس بخطأ أيها السيد ماكين لتلام عليه، بل جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتموها والغرب بحق شعوب وبلدان عديدة في هذا العالم، ويجب محاسبتك وبلادك عليه. وعلى سبيل المثال، فإن قوات بلادكم ومعها القوات البريطانية استخدمت ما بين 320 إلى 800 طن متري من اليورانيوم المنظب ضد العراقيين. ونقرأ مقالا تحت عنوان: بحثا عن المختفين قسريا في العراق، للكاتبة هيفاء زنجنة، تقول فيه: لم تكن ولادة تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن العراق، والذي صدر أخيرا تحديدا في 4 نيسان أبريل، لم تكن سهلة. استندت اللجنة في تقريرها وتوصياتها على فحص تقارير الحكومة العراقية ومدى تنفيذها التوصيات السابقة التي تنص على منع حالات الاختفاء القسري وعدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأي حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري. في توصياتها حثت اللجنة الحكومة على وضع الأسس فوراً لمنع هذه الجريمة البشعة والقضاء عليها،
مؤكدة بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، إذ لا يزال الكثير من الطلبات المسجلة لاتخاذ إجراءات عاجلة بلا إجابة، ولم تمتثل الحكومة لالتزاماتها في تقاريرها الخمسة السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة، ومن بينها أن تدرج فوراً حالات الاختفاء القسري كجريمة منفصلة، كما دعت اللجنة الحكومة إلى وضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في جميع حالات الاختفاء، وأن تؤسس فوراً فرقة عمل مستقلة للتحقيق بشكل منهجي من سجلات جميع أماكن الحرمان من الحرية مع أسماء جميع المحتجزين، وإنشاء لجنة مستقلة للقيام بمهمة تقصي الحقائق للتحقق مما إذا كانت أماكن الاحتجاز السرية موجودة بجميع الوسائل التقنية، ولمعالجة احتياجات الضحايا وحقوقهم. دعت اللجنة إلى إصدار تشريعات لضمان اعتبار أي فرد تعرض لضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء ضحية على النحو الرسمي، ويحق له التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية. الآن نتابع وإياكم كاريكاتير اليوم. هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا، ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. إلى صور من فلسطين المحتلة، الصور لفلسطينيين في مواجهة الاحتلال والاستيطان، حيث أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق ورضوض خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس هذا الأسبوع، بعد أن اقتحم آلاف المستوطنين منطقة جبل صباح التابعة لأراضي بيتا ويتمة وقبلان جنوب المحافظة، حيث نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية أفيتار المقامة على قمة جبل أبو صبيح بمشاركة 7 وزراء إسرائيليين على الأقل وأكثر من 20 عضو كنيست
بينهم وزير المالية بتسلائيل ساموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. إلى هذا الخبر الخفيف الذي اخترناه لكم وهو عن الزلابية، وهي حلوى من العهد العثماني تزين موائد رمضان التونسية بشكلها الدائري المتشابك ولونها الذهبي. تتربع الزلابية على عرش حلويات شهر رمضان المعظم لتزين موائد وسهرات أغلب العائلات في تونس، وتقدم بالمناسبات والضيافات كهدية فاخرة، وكذلك تقدم في المساجد قبيل الصلاة. وتشهد الزلابية وهي من الحلويات الشعبية إقبالا غير مسبوق في شهر رمضان، إذ ارتبطت به ارتباطا وثيقا وأصبحت سرا من أسراره على المائدة التونسية. ويقول يحيى الغول، وهو أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية والمختص في تاريخ ولاية نابل، يقول إن من عناصر التراث الأصيل لمدينة نابل في شهر رمضان حلويات الزلابية ومدفع الإفطار الذي يؤذن ببدء الإفطار فضلا عن الصف، وهو عبارة عن استعراض يقوم به جنود وسط المدينة. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كانت صحتها كويسة والله، أول شيء كانت فرجة صحتها، بعدين من رمضان صارت تضعف، ما خلت محل، رحتها على كلة وخلت على مستشفى شام بعد ما فطمتها. طبعا كانت صحتها كويسة، من فطمتها صارت تضعف، سال ومراجعة بعدين صارت تضعف، بعدين حالنا على شلغين صار معها انخفاض بالدم، ورحت على مستشفى شام، ضليت 15 يوم مستشفى شام، وعطوها حليب وزبدة ما مشى حالها، تحسنت شوي صحت بعدين رجعت صارت تضعف. سوء التغذية في درجات، شديد متوسط وعادي ضعيف يعني. حالات سوء التغذية أول شيء بنعمل تحاليل، بعض الأحيان بيجوز سوء امتصاص سببه، نعرف سببه هو غذائي بسبب الأحوال ولا هو إني مرضي، فبنعمل نحن بنحدد درجة سوء التغذية إن كان متوسط ولا شديد ولا خفيف. نحن بالنسبة للشديد بنحوله للمختصين على المشافي، بس المتوسط والخفيف نحن بنعالجه عن طريق الحلاوة، البسكوت، الفيتامينات، بودرة في هون بينضاف للغذاء، وفي الأدوية عندنا أوميجا 3، البوناكير، الأرجينين، هيك عم نعالجهم وإن شاء الله في تحسن. نحن بعملنا كموظفين صحة مجتمعية ضمن المركز أو ضمن الجولة الميدانية اللي نقوم فيها كل يوم، بنواجه حالات سوء تغذية نكشف عليها عن طريق القياس المواق، عن طريق قياس الوزن والطول. من ضمن الحالات اللي واجهتنا أثناء جولتنا الميدانية الطفلة مريم الحسين، طبعا الطفلة عمرها سنة ونص. أثناء جولتنا الميدانية للأهل قمنا بقياس مواق للطفلة ووجدنا أنه عندها سوء تغذية حاد شديد، عملنا لها إحالة وتابعتنا الأم برفقة بنتها لمركز العيناء الصحي الموجود بمخيم العيناء. وصلنا إلى الختام، دمتم وإلى اللقاء.